اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو غادي تشوفوني بنفس الحوايج. فعلا انا كملت لكم التصوير، دابا اللي جاني داك الحماس انني نصور، قلت حياتي استغلي الفرصه وصوري حتى هذا الفيديو باش هكايا تكوني عندك جوج تاع الفيديوهات اللي غادي تحطي للبنات ان شاء الله. فوالا جاني شويه الحماس، قلت نستغل الفرصه ونصور وجيتكم بهاد السلعه هذه اللي فريم محمقتني. شي حاجه واو، شي حاجه طوب، شي حاجه كاليتي فريم واعره. فوالا نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل نتاع شيئين، قلت لكم انني بغيت نعطي الوقت لهاد السيده انني فريمون ندير لها بوبليسيتي اللي تكون زوينه. علاش؟ حيت كاينين الناس اللي كيستاهلوا، وهاد السيده هذه من الناس فريمون اللي كيستاهلوا بزاف انني في البوبليسيتي ديالها نعطي لها وقتها وهذا ونعبر لكم على قمه الاخلاق ديالها. نشرح لكم، السيده توصلت معايا هذه دابا شي شهر، توصلت معايا، هضرت معاها في الانستغرام على هكايا واش تقدري عافاك ديري لي بيبليسيتي وداك الشيء هكايا، حتى بغاو البنات يتقدموا شي حاجه، شي حوايج نتاع تركيا هكايا. قلت لها مرحبا والف مرحبا، قالت لي غنصيفط لك هاد الحويجات وداك الشيء، اختاري بهم اللي عجبك وديري لي بيبليسيتي. قلت لها مرحبا والف مرحبا. تخيلوا انني اختاريت هاد النهار الصباح، العشيه السيده وجدت كل شيء غدا ليه في الصباح، يعني انا اختاريت في العشيه، اختاريت في العشيه، راني عاقله، اختاريت في الحوايج في العشيه، غدا ليه الصباح صيفطت له الورقه باللي فوالا صيفطت لي حوايجي، يعني غدا ليه. تخيلوا انكم هاد العشيه مثلا تختاروا شي حاجه، غدا ليه تصيفط لي فوالا حوايجك راهم واصلين، الاثنين جاوني حوايج اختاريتهم السبت، السبت صيفطت لي هي، السبت صيفطت لي هي، تلاقات مع السبت والحد، الاثنين وصلوني حوايج، الاثنين في الصباح فريمون دق عليا الفاكتور وجابني حوايج. انا فريمون داك الوقت صافي تما حبست، ديك اخر فيديو درتو نيت وجاني هاد جاوني هاد الحوايج نتاعها وحبست لي فيديو فت بواحد الوضعيه فريمون. المهم شرحت لكم في الفيديو اللي قبل، قلت لكم زعما ما كاينش شي حاجه، ولكن فريمون كنت محتاجه راحه، نقدروا نقولوا انه كان اكتئاب اللي طول شويه، بغيت انني نعطي الراحه لراسي، حسيت راسي انني باغيه الراحه، يعني حسيت راسي انني ملي كنحط فيديوهات كنزيد انني نمرض اكثر، كنزيد انني نستريس اكثر، كنزيد انني نكون عصبيه اكثر، سورتو العصبيه. داكشي قلت الحياه راكي فريمون وليتي عصبيه بزاف، تكلمي شويه، اعطي الوقت لدارك، اعطي الوقت لراجلك، اعطي الوقت لراسك، سورتو الوقت لراسك، يعني الصحه لا تقدر بثمن، واخا يقولوا لي الثمن اللي يقولوا لي، الصحه لا تقدر بثمن. اذا كانت عندك صحتك راكي غتعيشي شق في قيقله كما نقولوا حنايا، شق في قيقله. ونجاوب على واحد السؤال واحد اخر، زعما من جبت في قيق في قيق في قيق، حيت بزاف اللي كيتبعوني متابعات مثلا مدينه وجده ولا مدينه بركان، يعني الجهه الشرقيه، كيقول لك هضري يا ودي هضري بالهضره ديالنا، كما كنهضر، كيقول لك سيدي هضري كما كنهضروا حنايا اصحاب الجهه الشرقيه، اصحاب بركان ولا اصحاب وجده. نقول لكم واحد الحاجه، انني انا ماشي بركانيه، ماشي وجديه 100%، انا زدت في بركان بصح، ماشي في اكليم، يعني بالضبط في اكليم اللي كتبعد على بركان 17 كيلومتر. جلست 3 سنين في وجده، قريت فيها لافاك، يعني عائلتي دابا ساكنين في وجده، ولكن انا الاصل ديالنا يعني الوالد ديالي والوالده ديالي ما وجديه، ما بركانيه، ما اكليميه، ما من جهه شرقيه، حنا صحراوه، يعني حنا من الرشيديه الفوق، حنا من قرامه، مجد قرامه، النواحي تاع قرامه اللي غادي يعرف قرامه، يعني الهضره ديالي في الدار وداك الشيء، والدينا ما علموناش دوك المصطلحات مثلا الوجديه، ولا علاش كيقول لك مثلا قولي البرانيه، ولا قولي واه، ولا قولي هكا، يعني وحتى هذا المحيط فين كبرت ما كبرتش مع وجاده وبراكنه. علاش؟ الاب ديالي كان خدام في المخزن، وكانوا عندنا القشله تاع المخزن، يعني القشله هكايا فيها غير 10 ديور، وكاع دوك الناس اللي ساكنين تما ني براكنه
مي وجاده يعني كبرت فواحد المحيط نتاع شويه منا شويه منا شويه منا، مهم مخلطه ثقافه اللي هي مخلطه، داكشي دابا عندي الهضره مخلطه، مره كتشوفوني كنهضر بالغربيه، مره بالوجديه، مره مش بالصحراويه، مره يعني ما عندي حتى شي لهجه نيشان في الفم ديالي. وهذه هي هذه هي هكا انا دايره. بزاف اللي كيجيهم كي كيقولوا انني فيها تصنع، فيها تكبر، فيها ما عرفتش علاش زعما من كيجيبوا هاد الهضره، والله ما بقيت عارفه زعما كنقول علاش. وحتى هادشي سبب كنقول اه لهاد الدرجه كيقولوا لي راه فيها الشيكي وفيها التكبر وفيها، ما كنقول كيفاش. اني انا فريمون انسانه طبيعيه جدا جدا جدا، ما كنتفخرش عليكم، ما كنفتخرش عليكم، ما كنقول لكمش اودي انا عندي وعندي 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 وعندي، فريمون طبيعيه جدا. ما عرفتش علاش كيجيكم انني فيها الشيكي، ما عرفتش علاش. المهم استسمح لي جاتكم فيها الشيكي حيت انا هضرتي هكا، يعني ما بقيتش انا نبدلها، راه الا جيت وهضرت بواحد الهضره واحده اخرى وفاصون واحده اخرى وهكا نحس راسي انا ما مرتاحاش. يعني الا بغيتوني انني نكون انا مرتاحه ويخرج هادشي من القلب يوصلكم من القلب، خصني خصكم تخليوني نهضر كما انا كنهضر. مي بو بزاف تاع البنات كيدافعوا عليا مساكن في لي كومونتير، كيقولوا راه ما فيها لا شيكي لا والو، رحنا من اللي عرفناها من اللي حلات القناه في 2017 الا بقيت عاقله حليتها في 2017 راها هي هي، زعما ما تبدل فيها حتى شي حاجه. ولا كنقول لكم شكرا بزاف البنات. بون نرجعوا للموضوع ديالنا نتاع هاد السيده مسكينه، بغيت نوجه لها رساله اعتذار ورساله فريمون نعتذر لها امامكم كاملين، كنقول لها انا اسمحي لي سمحي لي سمحي لي سمحي لي بزاف 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 بزاف، حيت هادي شهر بلي وصلوني هاد الحويجات نتاعها وما درتلهاش اشهار. واللي زاد عجبني فيها بزاف ان مثلا ملي كديري مع شي وحده اشهار، كاينين شي وحدين اللي كيبقاو يبرزطوك في التليفون، يصوني لك بالنهار بالليل ما عندهم صلاح، يصوني ويصوني 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 ويصوني. وديجا وحده شمتتني، ديجا وحده كلات لي فلوسي، ديجا وحده وزيدها بكثره الصونيت، زيدها ما تخلي لي لا نعس لا ليل لا نهار. فريمون المهم ما بغيتش نشرح لكم، ما بغيتش ندخل لكم في التفاصيل باش نهضر فيها ولا شي حاجه، مي انا حاجه وحيده اللي غنقول هي حسبي الله ونعم الوكيل. وفي نفس الوقت اللي وقع لي هذا المشكل مع هاد السيده، كنشوف هاد السيده هذيك السيده انا درت لها اشهار عاد وشمتتني يعني ما خلصتنيش. هاد السيده وصلني وصيفطت لي رزقها اللي حتى هي صيفطتو لي باش حتى هي تخدم، باش حتى هي يجيو عندها الناس، باش حتى هي ترزق من هادشي اللي صيفطت لي. عمرو ما صيفطت لي ميساج شي شهر ونص، عاد ماشي غير شهر، شهر ونص ولا شهر وسيمانه ولا، قسما بالله البنات ما عمرو ما صيفطت لي ميساج، ما قالت لي حياه عافاك اختي ديري لي اشهار، حياه اختي راني زربانه، حياه اختي راني كدا راني كدا. شوفوا استنى هذا نوريكم الاوديو، هذا الاوديو اللي صيفطت لها والسيده كيفاش وباركت لي لانيفيرسير غير البارح، حشمت انا من قالت لي جويوز انيفيرسير باش ما تمنيتي وداكشي، حشمت حشمت جاوبتها وانا فريمون حشمانه. قلت لها سمحي لي والله ما بقيت كنعس لا ليل لا نهار حيت درت يعني بطيت عليك انني ندير لك الاشهار ديالك، وسكتو انها تستاهل. يعني السيده ما كتبرزطني، ما كتقول لي وديري الاشهار واجي ورا هكا ورا هكا ورا هكا، ما عمر ما فريمون كنقول لها سمحي لي وشكرا شكرا بزاف والله يكثر من امثالك، الله يكثر من امثالك، هذا ما نقول لك. المهم انا صيفطت لها ميساج، سلام اختي صافا كي دايره لاباس عليك مزيانه والله الا غير سمحي لي مازال ما حطيت الفيديو ولكن راني ما نسيتكش، بغيت غير نصيفط لك هذا الاوديو ولكن راه ما نسيتكش على حسب الحوايج اللي صيفطتي ليا، غير سمحي لي معيانه بزاف هاد السيمانه والله العظيم، هذاك الشيء ما حطيتش الفيديو راكي شتيني يعني حتى في الفيديوهات نتاعي ما كنحطش، اسفه والله العظيم، ممكن ان شاء الله غندير الفيديو هاد السيمانه ان شاء الله، غير سمحي لي بغيت نقولها لك صافي باش ما تقلقيش مني. يعني صيفطت لها ميساج جاوبتني قالت لي سلام الزين نو ماشي مشكل الله يشافيك حبيبه ما يكون عندك باس، صحتك هي الاولى، شوفوا الاداب شوفوا قيمه الاخلاق. قلت لها الهلي خطيك والله الا كتسمحي لي وشكرا بزاف. صيفطت لي ميساج في لانيفيرسير ديالي البارح قالت لي هابي بيرثداي الزين عقبال 100 عام ان شاء الله باش ما تمنيتي، ودارت لي قليب وبوسه، والسيده ما درت لهاش اشهار تخيلوا،
قلت لها ميرسي بوكو حبيبه ديالي، والله راني حشمانه منك، غير تسمحي لي والله ما كنعس مزيان، ديما كنفكر انني خاصني ندير الفيديو ديالك، والله سمحي لي بزاف، جاو شي ظروف والمورال كان طايح. كتبت لي انه ماشي مشكله، زين صحتك هي الاولى، خدي وقتك ما يكون عندك باس ان شاء الله، ودرت لي بوسه. قلت لها شكرا بزاف، يعني فريمون باش تشوفوا مع من غادي تتعاملوا، حتى الا دخلتوا عندها وشريتوا من عندها غادي تعرفوا مع من كتعاملوا. شوفوا قمه الاخلاق، انا فريمون راه يعني تعاملت ودرت اشهارات وهكا، ولكن قمه هذا البروفيسيوناليزم، انا كنسميها هذه هي البروفيسيوناليزم، حيت عطيتي وعد وهي تقت في الوعد ديالك، وجاتك ظروف وجيتي انك كنتي شويه عيانه المورال طايح وهكا، قلت لك ماشي مشكل، صحتك هي الاولى. يعني فريمون منا كنقول لها شكرا بزاف، وبغيتكم تخليوا لي في لي كومونتير، فريمون خليوا لها كومونتيرات زوينه، وقولوا لها الله يكثر من مثالك، وهكا يكونوا بنات الناس. وفريمون سورتو حيت راه قلت لكم في الوقت فاش كان وقع لي هادشي، في الوقت فاش وقع لي واحد المشكل مع واحد الخيتنا اللي ما غاديش نعاود لكم عليهم، يعني غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ردوا بالكم البنات، راه ما ياكل ما يديرهاش بكم اللسان الحلو، هذه ما شفت منها كاع كلام حلو، ما كتصيفط لي مسكينه لا اوديو، ما كتصوني لي، ما كت انا اللي ما جبدتهاش، الا ما صيفطلهاش انا ميساج، انا اللي قلت لها سمحي لي راني ما نسيتكش غير كنت عيانه، وحاجة جاوبتني قالت لي ماشي مشكل صحتك هي الاولى، امه كان انا ما صيفطلهاش ميساج ما غاديش تصيفط ميساج على داكشي. والله كبرت فيا بزاف، انا فريمون راه الواحد الا دار معايا غير هكا كيكبر فيا، فريمون كبرت فيا هاد السيده بزاف، وما كرهتكمش ما كرهتكمش، الا عجبوكم هاد الحويجات وغنخليكم الموقع ديالها نتاع الفيسبوك، الموقع نتاعها تاع الانستغرام، والنمره التليفون غادي نطلب منها النمره التليفون ديالها الا بغات انها تعطيها لكم باش كتصيفط لكم الحوايج اللي عندها. ما كرهتش البنات، ما كرهت الا كنتو محتاجين لهاد الحويجات انكم تشريو من عندها، والله العظيم كنرغبكم انكم تشريو من عندها، حيت فريمون كتستاهل، وسورتو حويجتها الا قلت لكم هذه شي سيمانه وانا لابسه فيها، ولا جوج سيمانات ماشي لابسه فيها كل نهار، مي مين كنبغي نخرج داكشي هكا كتعجبني خفيفه، كتلبسي سبرديله فوالا وهانتي واجده سيري. المهم من هذا المنبر نعاود نشكرها مليون الف مره، وكنقولها شكرا شكرا بزاف، وسمحي لي قدام الناس كاملين. المهم اول حاجه هي هذا، المهم غادي نوريكم تفوزوا، غادي نوريهم لكم هنايا وغادي نلبسو لكم، غير هي ان الحوايج نتاع تركيا كيكونوا شويه لطي صغيره، جاوني شي حويجات جاوني صغارين صراحه، جاوني هاد الكيتمات جاوني هما هادوك، حيت صيفطت لي 46 وهي قالتها لي، قالت لي حيت قالت لي غنصيفط لك في 46 حيت ما بقاولهاش 44، قالت لي غنصيفط لك 46 ولكن راه غيجيوك هما هادوك، وفريمون صراحه 46 جات لي هي هادوك، هي هذيك والحوايج الاخرين فيهم 44 وجاوني مزيرين صراحه، ما غاديش نقد نوريهم لكم، مي ان شاء الله من نرجع عاود القوه ديالي، دابا خاصني نبدي شي سبور ان شاء الله، غادي نبدي عاود الريجيم كما درت في الصيف، صراحه كنت وصلت واحد البوا زعما اللي فريمون عجبني بزاف، نحاول انني نطيح عاود شي كيلويات ان شاء الله، ما يجي يوصل عاود الصيف ونكونوا رجعنا الرشاقة ان شاء الله. بون غادي نوريكم لي زارتيكل، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كيجيو ملبوسين. خديت هاد الكيتمال الكحله اللي راكو كتشوفوا، شوفوا كيفاش كتجي رائعه، زوينه بزاف وطويله، ها نتوما طويله. المهم غادي نوريها لكم بالسريويل ديالها، غادي نوض وغادي نوريكم كيفاش كيجيو ملبوسين. كاين هاد الكيتمه حتى هي في الاحمر رائعه، ها هي هادي الكاليتي فريمون الكاليتي نتاع التوب البنات، لا علاقه بالشي الاخر، حوايج طوكيا وكتبيع حوايج واعرين وعندها في كاع لي كولور، تدخلوا وتشوفوا في كاع لي كولور، وسورتو محتارمين محتشمين حتى للركبه، سورتو الناس زعما اللي كيبغيو هادشي الحوايج تاع السبور وما كيلقاوهمش غادي تلقاوهم عندها، سورتو الناس زعما اللي كيديروا الفولار. المهم هذه عجبتني بزاف حتى هاد الحمراء، ها هي دي القبيه ديالها. المهم هي صيفطتهم لي في واحد الطوا واحد النقاوه واحد، انا قيستهم صافي ورجعتهم بلا ما طويتهم، والله العظيم باش تشوفوا، ولكن هي صيفطتهم لي فريمون طويين مقادين السيكان، شوفوا كيفاش كيجي داكشي، صيفطتهم لي هكايا مانتكين السيكان، زعما فريمون مانتكه واحد السيده مانتكه بزاف.
هذه هي القبية، شوفوا شحال زوينة، شوفوا قبية غزالة 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 غزالة. قلت لكم عندها في لي كولور، عندها في الكحل، في هذا في هذا الاحمر، شنو داك اللون الاخر المطارد، عندها مهم كاع لي كولور، الزرق، عندها مهم بزاف لي كولور. وكتجي بالقبية ديالها وهاد الخيوطة بحال هكا، والكاليتي نتاع التوب شي حاجة واو، شي حاجة غزالة. والجيوبة الجيوبة وغير مش حاجة زوينة، عجبو عجبوني بزاف لاكاليتي، حمقتني لاكاليتي لاكاليتي لاكاليتي. هادي قلت لكم راه شحال انا لبستها ما تحببت ما والو، ما نهائيا ما تحببتش ما كتحببش. المهم ما عرفتش كانت تبان لكم مزيان ولا لا، سمحوا لي والله الا سمحوا لي، ما عرفتش حيت ما كنقرب كنبعد كيجيني واحد الاختلاف نتاع الاضاءه، ما عرفت علاش. الوغ هادي اللي راني لابسه، هادي اللي راني لابسه عندها 3 بياس، كيجي معها البو هذا، شوفوا قداش طويل التريكو ديالها، هذا 3 بياس اللي ما يديروش الفولار يقدروا يلبسوا غير هذا مثلا هكا مع سريويل يكون الصيف ولا شي حاجه. شوفوا شحال طويل، فريمون رائع رائع، عجبني بزاف. هو هذا بحال هكا كيجي تحت هذه، يعني كيكونوا 3 بياس. هاد الحمراء غير جبت لكم هاد الحمراء غير 2 بياس، وهادي 3 بياس مع التيشيرت ديالها بيض. الو خصت لي هاد لاغوب الزرقاء، يعني بحوايج بالتيكيتات ديالهم وداكشي كيكون داكشي فريمون مقاد. شوفوا هاد لاكولور شحال حمقتني، عجبتني هاد لاكولور، ما كنشريش منها بزاف، مي ملي كنشوف هاد لاكولور ما كيعجبنيش انا الزرق، قلت لكم البنات ما كيعجبنيش الزرق، مي هاد اللون اللي كيميل شويه مثلا الفيولي، ما هو زرق ما هو فيولي كيعجبني. وشوفوا كي دايره، شوفوا كي دايره رائعه. المهم جاتني شويه مزيره، محلوش غادي نقدم نلبسها لكم، مي شي حاجه واو. شوفوا كيفاش كتجي، شي حاجه رائعه زوينه كلاس. شوف في اليدين ديالها كيفاش كتجي هنايا، زوينه بزاف بزاف بزاف، وعندها في لي كولور البنات كاع لي كولور اللي بغيتو. وكيجي معها الحزام ديالها، شي حاجه طوب فريمون، شي حاجه زوينه بزاف وطويله. المهم زوينه زوينه بزاف حتى هذه، عجبتني. المهم جات لي غير شويه صراحه من جات نبلعها، المهم غادي نشوف دابا فؤاد مين راه معايا، داك النهار ما قدرتش اني نبلعها الفوق، دابا مين راه هنا فؤاد يقد يعاوني انه نبلعها. خديت هاد العبايه، المهم بحال هكا عبايه كحله، كيعجبوني بحال هاد العبايات ملي كتكوني مثلا معروضه مثلا شي صدقه ولا شي اسبوع، ولا ما يكونش فيه الهراج وما يكونش فيه الشطح والرديح وداكشي، كتبغي انك تكوني لابسه شي حاجه انيقه وميم طون سهله لك، ما كتعذبكش، ماشي بحال الكاشط. الو كاينه هادي، المهم عبايه بحال هكايا كتجي بحال هكا، وغاديه بحال هكايا، عندها اليدين بحال هادو هكا، فيها بحال هكا بحال هكا، كتجي هادو كيجيو بيان سنتري البنات. شتو راه حتى هي بالحزام ديالها، عندها واحد الحزام كحل، المهم كيجيو البنات مسنتريين مع لاطاي، كيجيو زويونين بحال هكايا، غاديه بحال هكا كحله. او هنايا لتحت شوفوا كيفاش جايه غزاله من التحت بحال هكايا، تجي في اللبسه رائعه، سورتو اللي كتجي اللي عندها الفورما زعما مقاده تجيها زوينه. الو الحزامه ديالها عندها حزام حتى هي في الكحل بحال هكايا، والاثمنه فريمون صراحه اثمنه مناسبه جدا. المهم دخلوا عندها وغادي تشوفوا الاثمنه وغادي تتواصل معكم، فريمون واحد السيده طوب. واخر حاجه هي هذا لونسومبل هذا، كيجي المهم الحزام ديالو هذا، كيجي سروال، هادو كيجيو شويه كلاس، هادو كيتمشاو بصراحه كلاس. انا ما كانش صحاب لي التوب ديالهم زعما الطوب هذاك، فريمون التوب داك الوقف التوب نتاع شي حاجه الهمه والشان، فريمون كيجي داكشي نتاع المكاتب، داكشي اللي كيخدموا في المكاتب. المهم السروال كيجي بحال هكايا زوين صراحه، فوالا كيجي هذا اللي تحتو في الكحل بحال هكا، هذا جاني صراحه شويه صغير
كيجي بحال هكا طويل هكا، وفوقو كيجي جيلي بحال هكايا. نحاول انني ندير له السميطه باش يبان لكم. المهم الفرانه ما ديبش عليا، كنطلع فيها وكتهبط كتطلع وكتهبط، انا نطلع وهي تهبط، شاده معايا كشكاش. المهم الحزامه ديالو دايره بحال هكايا، المهم زويونه. فوالا غير باش نوريكم كيفاش كيجي. المهم الجيلي بحال هكا وكتكون فيه السميطه بحال هكايا في الوسط، غادي طيح على داكشي درت لكم بحال هكا. المهم غتجي بحال هكا، شتو تجيك سوا بحال هكايا 3 بياس. فوالا هادو هما لي زارتيكل اللي توصلت بهم من السيده. فريمون فريمون الا كنتو محتاجين شي حاجه وما ترضوهاش في كل شيء، انكم تدخلوا عندها وتشريو من عندها، حيت من اطيب خلق الله اللي شفت. فريمون واحد الانسانه ظريفه 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 بزاف بزاف بزاف. و فوالا وصلنا لنهايه الفيديو، غادي نوريكم هاد الحمراء كيفاش كتجي، هاد الكحله كيفاش كتجي، والحمراء كذلك كيفاش كتجي. بالنسبه للاخرين جاوني شويه مزيرين، ما حلوش نقدر نوريهم لكم حيت شويه هكايا مبينين لاطاي. نقول لكم نبغيكم خير ربي خير ربي، نتلاقاو فين فوقاش فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، غو بيزو ليكم، سلامه.